بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل العشيه هو بيمثل حاله الانسان وحاله العالم من غير الله، وتدخل الله في احلك حالات الانسان. حطها الانجيل بكلام بديع قوي، لما كان المساء، المساء الضلمه غياب النور، حاله بيعدي فيها كل واحد مننا ساعات، لكن الدنيا مقفله حواليا، مفيش حاجه ماشيه معايا عدل، كان ضلمه. كان المساء، وبعدين كلام انجيل جميل، انجيل دي حياتنا، والموضع قفر، مفيش حد واقف معايا خالص، موضع قفر، ابص شمال يمين، مفيش اي معزي، مفيش اي سند. مش ساعات كده يقولك الدنيا مقفله معايا، موضع قفر. والوقت قد مضى. ساعات الواحد يقول لك ايه، راح فين العمر ده، ضاع مني ازاي العمر ده، ايه الضلمه اللي انا دخلت فيها دي، ايه الدنيا اللي مقفله، راح فين الوقت، راح فين العمر، عملت ايه. الوقت قد مضى وليس لي طعام. حاله الانسان، بقول لك حاله الانسان اتعرضت على المسيح كده، مساء وموضع قفر والعمر مضى والإنسان جعان محتاج خبز. تدخل الله، وبعدين تدخل بكلام عجيب جدا. قال لهم ايه؟ قال لهم لا حاجة لهم أن يمضوا، مش محتاجين يروحوا حتة. طب ده الدنيا مساء، الدنيا ضلمة، مش محتاجين يروحوا حتة، النور معكم، كل سيروا في النور، أنا هو النور. بص بقى المسيح يدخل طب الموضع قفر، لا حاجة لهم أن يمضوا، أنا معكم كل الأيام، أنا مالئ السماء والأرض، أنا موجود في كل مكان. ازاي تقول الموضع قفر؟ ازاي تقول الدنيا ضلمة؟ وبعدين الوقت قد مضى، راحت الأيام، لا لا، المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو هو موجود. طب الوقت قد مضى، سنين أكلها الجراد، وسنين راحت في شهوات الجسد ولعب العيال والكسل. يقول لك لا لا، أنا أعوضكم عن كل دي، أنا موجود. طب ما عندناش طعام، محتاجين، أنا هو خبز الحياة. بصوا بقى المسيح، بصوا الإنجيل بقى لما ينور قدامنا كده، لا حاجة لهم أن يمضوا، مش محتاجين يروحوا حتى يدوروا فيها عن النور، النور معاكم. ده أنا بتكلم على الإنسان لما يخش جوه الضلمة ويقول لك الدنيا مظلمة في وش، مش دي التعبيرات اللي بيقولها الإنسان ببساطة، يقول لك الدنيا مظلمة في وش أبدا، أروح أعمل إيه؟ المسيح موجود، النور الحقيقي، الموضع قفر، مفيش حد بيسأل فيا، لا أنا معكم. التفت للمسيح، الوقت عدى أبدا، يعوضك المسيح عن كل العمر اللي ضاع بوقفة، بوقف تضرع ودموع أمام المسيح، تاخد كل حاجة، محتاج لأي احتياج. يقول لك من لي في السماء ومعك على الأرض لا أريد شيء. أنا لما بتيجي الآية دي يقول لك من لي في السماء أبانا،
المزمور كان زمان بيسأل السؤال: من لي في السماء؟ النهاردة جه المسيح: أبانا الذي في السماء، لينا أب في السماء عينه علينا. عشان كده بصوا بقى، أنا يعني مندهش من الإنجيل. بصوا المزمور بقى يقول لك: يترأف الله علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا. يا سلام لما الله يظهر بوجهه علينا، بنوره، بحلوله، بسلامه، بخبز الحياة. خلاص، كيف تخطى المسيح زي بقولك أحلك ظروف ممكن يتحط فيها الإنسان؟ ظلمة، قفر، وقت قد مضى، جعان. دخل المسيح لهم: لا حاجة لهم أن يمضوا. ما تروحش بعيد، ما تدورش. كان الناس معايا بيقول الدنيا والشيطان والأعمال. طب ما المسيح موجود. ليه الناس بتلخبط النهاردة؟ الناس يقول الدنيا صعبة وظروف، ما المسيح موجود. هو الوحده القادر أنه يتخطى كل ضيقات الإنسان. عاوزين نصدق المسيح، عاوزين نحب المسيح ونتكل عليه ونطمن له جدا. راح عندكم ايه؟ ما عندناش حاجة خالص. المسيح عشان يغطي احتياجاتنا دي كلها مش محتاج منك حاجة، مش محتاج منك حاجة، لان مش معتمد عليك. هو قالوا له معانا خمس خبزات وسمكتين، لو كان معاهم خبزة واحدة وسمكية واحدة كانت هتكفي؟ طبعا كان. طب لو كان الخمس تلاف دول 10,000؟ خلاص، على واحد من الاباء قال لك خلاص. المسيح كسر حاجز الاعداد اللي احنا عايشين بيه. معاك كام؟ تسوى كام؟ 5,000 و5,000. الاعداد دي كسرها المسيح. بقول لك لو كان 10,000 كان كفاها، لو كانت خبزه واحده وسمكيه واحده كان كفاها، لو ما كانش معهم حاجه خالص. ده كانوا مره 2 مليون وشويه ومعهمش حاجه، نزل لهم الاكل من السماء لمجرد انه اتكلوا عليه. ليترأف الله علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا. ادي صلاتنا، نتضرع الى الله انه يحل فينا ويكفي كل احتياجاتنا. لا ليل ولا قفر ولا وقت مضى، هو كفايتنا. لربنا المجد للأبد، آمين. Marin, wash them bands, or tear be my romance.